انا هون صار لي 8 اشهر، انا فتت حبلي ببنتي وولدت، يعني كل وحده فينا بتغلط برا، وهون عقاب لنا، بس العقاب اللي عم ناكله هون الدبل على العقاب اللي كنا ناكله برا. عامل يتحركوا. خلقت بنتي بعده لهلا ما اجى حكيم شافة. بنتي صار عمرها هلا 4 اشهر ونص، الحليب مش مأمن لها لبنتي، حتى احكي اهلي يجيبونا حليب تكون بنتي مقطوعه لها 3 ايام. يعني يا منقطع او بحكي اهلي بس اذا ما قدروا بنفس اليوم يجيبوا يعني تاني نهار، مشوار اهلي كتير كتير بعيد، غلى البنزين، ويعني اهلي ساكنين فوق بالجبل، يعني كتير كتير بعيد المنطقة. يعني بترك الحفاظ على بنتي حتى يجوا اهلي، او مثلا بدي اضطر انه مشي تاني. يعني بس اجي بدي حممها بحسب حساب 1000 مرة انه هلا بدي يطلعوا الحبوب بجسمها، بدي انه اوكي طلعوا الحبوب بجسمها، ما في دواء حتى اجي احط لها على جسمها. من سيسر امور بعدنا، يعني اللي ما بيواجه نهائيا بيشتغل طلع مصروفه، يعني مثلا بدك شامبو بدك كريم رول اون، يعني قصص انت بتعوزيها تاب لك، يعني هو الادفع الامور الابسط الامور اللي اصلا منهم قادرين اهالينا برا يامنوها. اذا بتيجي تحط لي مصاري انت مش تيكون هي مع مصاري، لا تحط لي لالي مصاري او تحط لغيري. نتعرف ومنجي. ما في امل بقى نهائيا نهائيا اللي عم نشوفه اكيد. لا انا ساعه اللي بتتاجل جلسه 4 مرات من وين بدي ضل عندي امل؟ ساعه اللي بدي اشوف الدولار عم يوصل لل 50,000 برا وعارفه امي ما عم فيها تاكل، وين بدي يكون عندي امل؟ فعم نعاني من الاكتزاز، واهم سبب للاكتزاز هو اعتكاف القضاة وتاخر كثير بالمحاكمات، يعني عم يبقى السجين فتره اطول بكثير داخل السجن، ولهيك المديريه عم تتكبد نفقات اضافيه على هيدا السجين، لان مثل ما قلت لك بدنا نامن له التغذيه والاستشفاء والمعيشه اليوميه، يعني كله هيدا عم تتكلف عليه المديريه العامه. طيب رح عايد اول شيء بدك تبلشي بسجنة، يعني 10% من السجنة بس اللي هن محكومات، والباقي كلها موقوفة بعدها ناطرة الحكم اللي بده يصدر، وما في جلسات اصلا لحتى يروحوا يحضروا جلسات. يعني مثلا نحن 23 بنت بغرفة على حمام واحد. كيف هيدا الشيء عم بيأثر عليك؟ بيأثر علي وعلى غيري، يعني من جهة النظافة، من جهة انه بدي اقعد انطر ساعة دوري على الحمام. انه تسع شهور وجمعة على القد، انا مش شايفة لا بنتي ولا امي ولا اخواتي.